اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ يَا مُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمَ عَلِّمْنَا وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنَا اللَّهُمَّ أَعِنْ وَيَسِّرْ

تعريف كتابة كي خوي فرموي أو كتابة وكو منبعك ويا وكو منبعك وكو سرچاويك كا بسر همو أو سرچاو الصافياني لدلي زوي حلق صفحي سيوشاش فرموي فوق الصفاء منبع تفجرت باشا كي خوي بسارتشاوا نيوبرت او جاركتي او مشرعيها فكم لها اهل الظما من مشرعه مشرعيها يا ابيش خوري هيا مكو يا. او جيانيك خلقي معمولا باو جيگانا دا واري سر او يكاني دا بن ليدا خونا ومشرعي مشراعي چندين هيا حال يارزن بون و او فكم لها من جنتين جنتين هيا جنتين منزولي لجنتين محتوى كلمي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محتوي كلمة لا إله إلا الله ك دربر جيرندي إيمان بخدا وصفات باري تعالى وأوانيا أو جر جملة محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام كمحتوية بسر إيمان بنبوة و جر ديكي سمعياتك كبيغام الرسول صلى الله عليه وسلم خبري بيدا وأوانا هر يكي وكو جنتك وايا هر وكو هر أودو جنتنا كلا قرآن دا بحسي كردوا ولمن خاف مەقامڕ بهی جەنەتان هەر ئاینەن ئەو دو جەنەتانەکەل لێ لە بەست دەکەین بۆ چونکە ئەو دوو جەن ئەوانەی ئێرە مەزمموی ئەو دووانەیە لەگەڵ ئەوشتەی کە ئەو تاعهوداتی کە لە ژێرییاندایە مەزممووی ئەوانە و محتەوای ئەوانەیە کەوەصلت دەکە بۆ بۆ ئەو مەقامە و ئەو جاردەگەی بە جەنەتانی بەهشت بۆیە هەر ئەوانەی بە جەننتەتین نێو بردووە وەکوم ماموۆسە فەرمووی هەڵ یاارزم بوون؟

مشرعي اول اه كد ما او مشرعي معمولا انسان بشي او لي لا مشرعه لو ابو شخوري كاني بكاسي جوره بكاسه جا اه مثلا أصلي كتابه كي بمنبع بم نيدا دوي فصل كان فصل كان با مشرعه نيدا دوي هر فصلي بابي هيا أو شيء جاف ناني ودابا. هل يعزم بول؟ إذا هو راية. هذه هي المنبع فليريدها الظمان أو همان أو منبعي وعدم بيداي أو سارتشا وكاني جواري كفوق الصفاء منبع تفجرت تفوق ما وسيم سلسبيلا أو منبعي كواعدم بو أو رسالة أو جوزي را مقصود بالذات فليردها الظمآن با إنساني كالتينوى وارد او من بعيبي فليردها با واردبي بال بتشيتسال او من بعيبي. او اللي هل بت او من لها مشارع شاندين مشرعو جوغالي هيا شاندين نهر لجاريد بي شاندين ابو شخوري هيا المشرعة الاولى كالاتيات يؤخذ منها جفانون مشرعي اول وكو او مشرعاني كلاو بدوا ودين چند جفني لي ورده چند باب هر بابي وكو يك جَفْنَي يك پيالا آوا آه كا لا لو جو ورده حالي الجفنة الاولى جفني اول لَبَاسِ كا انسان مأمور بعبادات عبادتك متوقفة لسر معرفات معرفتك بإيمان تعبير ذكرتها كأبو باب إيمان شيا تعريف إيمان شيا أقوالك لو باردة هي إجمالا بحثيا لبكين هل هل بون؟ الجفنة الأولى في الأمر بالعبادة وبيان توقفها على المعرفة بيان ويدك كإيمان كعبادة متوقفة لسر معرفات معرفة تعالى على النبي عبادتك. ويا يعني معرفتك غلط به هر هر معرفتني جهلة عبادة تازا أه بس عبادة متوقفة لسر معرفت معرفتج المعبري بالإيمان تعبير ذكرى بإيمان معرفة الله أو معرفته تعبير ذكرى بإيمان جاء وتعريفه لجفني أول تعريفي تعريف إيمان ذكر إيمان شيا والسرد بعض أقوال فيه اه ولا بياني ذكر بعض اقوالك فيه لباري ايمان وتعريف ايمان ده هل يرزم السرد بدو يقدا بعض اشتكي ذكر بكي بجواني بسياقك جوان في ظل السرد هل يرزم بون ريس كردن ريس كردن علامي مولوي رحمه الله دفرمي يا أيها الناس اعبدوا ربكم هو الذي خلقكم ربكم لتعبدوه ثم العباده شجره مثمره الاباده من غير ايمان فما الايمان؟ تصديقنا القلبي والاذعان بكل ما يعلم ان جاء به ضروره نبينا من ربه مفصلا فيما دري مفصلا. ومجملا فيما درينا مجملا أي إنسان كان أعبدوا ربكم عبادة بكن لبو پروردگاري خوتان پرستشي بكن بو عبادتي بو بكن بو عبادتي بو بكن شونك هو الذي خلقكم شونك فقط أوكي إيوي خلق كردوى خلق کردوا ايوي لعدم رابر وجود و لجوان ترين اعتدال دا ايوي وكو بشرا سويا بوجود هنا هو الذي خلقكم ربكم ضربكم كلام لسر في عاطفة ضاو حرف عطف حذف كلاوة خلقكم وربكم جاء جاءوا الرب يدوم فعل ماضيها وربكم ربكم يعني ورباكم يعني او خدايا ايواي خلق كردوا رببكم و ايي تربيت كردوا ايي پرورده كردوا لحاله كي كناقص بون ضعيف بون ايي به كمال و كمال گياندوا ارزم بون هو الذي خلقكم و ربكم يا اول رب اسم جاء يا مصدر بمعنى اسم فاعل يا صفه مشبهه مفعول لبؤء و مضاف الله فبوليكم بل ربكم ادواه رب فعل فعل ماضي فاعل مستتر هو راجع بو الذي كم مفعول كيتي محل منصوب مفعول كيتي ضربكم شاكا جا خداواني تبارك وتعالى ايوي خلق كردوا بوشئ إي ايوي خلق كردوا لتعبدوه بو إي ايوي خلق كردوا تا او خدايا بكان اصا حكمت لخلقي انقو عبادتها بلام عبادتيش جا شاد بعض الكسر يقول الله و توبالي خداني متعال من خلق كردوا لبر عبادات لحالك حديثك قدسيه كذا فرمي باري تعالى او مخلوقاتي خلق كردوا لبر معرفات كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف حكمه لخلقي خلق از جمله انسان كان او يا كخدا بناصري ده او حديث قدسيه اللي قال او ايتهن او عبارتي اه كفر ميا أيها الناس عبدوا ربكم اقتباس لآيات آخر اقتباس لآيات لا سورة بقرة آية بسويك خداني متعال إيوه خلق كردوا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اه وادا جينيكا ين اه البتاء وهر وادا بويا دبي اه بويا خدا خلق كردوا لبر عبادات ين علتي اوك أنقو عبادات بكن خلقكم بلان تصريحش في که لقرآن بيروز دا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اي حكمة خلق إنس وجن من حصير لك لا عبادة دي او آية لقال او حديث قدسية ظاهرا تعارض يعني هي دفر من نخير تعارض يعني لا لچاوي ظاهر دا أتوب تعارض لحالي حاشا هيك كلامي باري تعالى كتعارزي تداوي قرآنش كلامي خدايا حديث قدسيش كلامي خدايا تبارك وتعالى تعارض يعني نية بل حكمتي خلق عبادتها بل عبادات متوقفة لسر معرفات عبادات ببي معرفات هر يا نكرى يا يناكبكري عبادات نية, يان نية معرفات فس كوابو صادق بلي حكمة لخلق معرفتها ويا يو. علتي بلى علتها ما حكمتي بعلتها تعبير حكمتها علتني بابا حكمة تعبير علة تعبير علتي خلق عبادتها علة عبادات معرفتها معرفة ببي عبادة ببي معرفة حاصل نابي فالصادق أبلي علة خلق معرفة هل يرزنبون؟ وانا اللي عرز يكتر دانين عبادة معرفة دوش دنين اللي عرز يكتر دان لا تولي يكتر دانا عبادة فرع معرفة وقت خلق خلق كل بر عبادته صادق قبل اللي بر معرفته شو عبادات فرع أو معرفته متوقف السر أو معرفته بويا ده فرمي خدا ايوي خلق اللي تعبدوه بلام ثم العبادة دعاء ايه. عبادتش شجرة وكدارك وايا شجرة كدارك مثمرة الإبادة من غير إيمان ببي إيمان أجم معرفتي دقال عبادة أجم معرفة دقال دانا بي شجرة كمثمرة الإبادة سمردة إبادة وإهلاك إنسان انسان نابدك دك اهلاك عبدا أجر معرفتي لقلدا نبي من غير ايمان ايمان هم معرفته كنا معرفه بايمان تعبير ذكر هذا هل بول عباده بإيمان ايمان دارك كمسمير عباده واهلاك منشا والسبب هلاكته عبادة مقبول متوقفة على سر معرفه شو خداي هر نناسي جهل مطلقته خدا عبادته كار ممتنعة دي عبادات عابدة كده معبود شيء ده وقت الجهل مطلقة هي بمعبود هر نات عبادة أوكي؟ أجر علمت بها ببلام علمك مطابق واقعنا بدسن أو عبادة بكي نابت عبادت، عبادة بو خدا عبادة بو أو معبود باطليك بمعرفتك غير مطابق واقع بعلمك كمطابق واقع نيا ناسبته ونابت خداخو بس كوابو عبادة البوخ خدا نكردوا مثمرة الإبادة سبب هلاك إنسانة. معرفة راستي أو مطابق مطابقي حقيقة بمطابق واقع به خداي واب ناسي بمطابق أو جريك خداني متعال خوينا جاء كان عبادتش مبتنية لسر أو معرفتها حتى أو معرفتها نبي أو عبادتها مشروعي كسبب النجاة و الشجرة عبادة كمثمري النجاة حصل نابي ناروي. هل يا زمبون؟ جا ايمانشيا، ولا وما الايمان ايمانشيا، ما لابيرتا على علمي منطق او انا دخن دوماس، سؤال بما سؤال ما هيات، ما هيات ايمانشيا، نالن كمال ايمانشيا، نالن آساري ايمانشيا، نال علائمو نشانا كاني إيمان ايمانشيا. طبعا حقيقة ماهية ايمان شيء كاجر او هبي ايمان هيا اجر نبو ايمان نيا والله حقيقة ايمان تصديقنا القلبي تصديق قلبي ايما باور قل قلبي والاذعان واذعان شمان هابي باور قلبي ما نبي كإذعان علميه والاذعان اذعاني فعلي شابي هم يقين ما نبي بوشتاني كبيغا صلى الله عليه وسلم همش تسليم بين لبرابري ده هي راضي بين ده بيها هذا كيان هبن ها بتنى إزعان علمي هذا كافينيا كافر كانش يعرفونه كما يعرفون أبناءهم معرفة هبو بلام إزاني فعلي اللي بو تسليم والرضا وقبول اللي بو هل يرزمون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يقيني نفسي قلبي أنا بو بلام جحدوا جحدي أنا بو تسليمي أنا بو قبول ورزان نبو ده كان هبن ایمانی کللامی ئەوەیە هەم تەسلیقی قەلبی هەبێ باوەڕی قلببی کە ئییسانی قعلمیە یەق نە تەبێ بەوشتانێک کە پێغمسەمەهناویێت ت لە تە خودداڕوە تەسللی مشببی لە بەرەبەریاندا پێرایبی قەبولڵی بکەیت. هەل یههودەکان چۆن دایانزانی فلانکەس مثلەن کابرا دەیزانی فلانکسس کوڕی ویە کوڕی خۆیەتی یقە بوو. ئەووا دەیزانی ئەو پێغمبەرە پێغمبەری خداە. ئەوە دەیزانی بەڵام بۆچی مسلمان حساابنیە بۆ مؤومیننیە بۆ مانی نییە چونکە تەسلیم نبوو. هرازين ابو اي ناديه ولا لا بربر ده قبولي نبو هل ارزمون دي بيوجه بي جاء تصديق قلبي و عام به بكل ما يعلم كمعلوم به هر أه شيء كما معلوم به ان جاء ابي ك هينايتي اوشتا لزوره بالبدايه شي هينايتي نبيونا پیغمبري ام علي صلوات الله و السلام من ربه لترف پروردگاري خيره يعني تواوي او بالبداها معلومه بالبداها معلومه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لطرف خُدَى راهي ناويتي اتو بهم وان تسليم بي جِشْتِيَانَ هل يَرْزَنْ بون او بالبداها مثلا بعض اشتا اخ معنى بالبداها ضرورات بشتكي درن كدليلي لازم نبي تواوي أصول فروع دين إسلام بارجرفتالا دليلا. هاموي بارجرفتالا دليلا. شتي اللروري تيداني خو. بلا يعني يعني شيليرة فهمتي الضروره. يُعلم الضروره. علمك الضروري هذاك في غنبر هناويتي. علمك الضروري دايرة دا مجازا، يعني ذكو علم الضروري. لا دا، شون شتي الضروري هاموي خلق إعترافي في بعض الشك الدين وايا. خاصە و عامما قبول یەتیئاترااف پێ دەکسە ئەووام و خەواسی مسلمانان هەموان دەزانن نوژوااجە. هەموان دەزانن خوددا مەوجودە هەمووان دەزانن قیامەت هەیە ئا بەوانە دەڵێن لەڕورییای دین یعنی بەحەددەکی مەشهورە لە ناو خەڵکیدا تازە وەکو بەدیهياتی ل هادووە وەکو بەدیهیات. جا ئەو شانەی کە لەڕوریاتی دین دەبیی ئینسان باوەڕی بە گشتیان هەبی و تەسلیممی گشتیان ببی ئەگەر اینینکاری یەکێکیان بکەیت، كفر دبي. أجل إنكار يك كيان بك. بلام أول كلا الدين نية. لا الدين نية. مثلاً س سرات. حوزي كوسار. ذكو عذاب قبر. ويا اواش عقائد الدين نينا. بلام لا الدين نينا. إنكار أوام بدعتها. بلام كفر نية. بو شو الإيمان شيا تصديقنا القلبي والإذعان بكل ما يعلم ضرورةً بكل أوشتانيك معلوم بالضرورة بعلم الضروري معلوم كأن جاء به نبينا من ربه ضروريات الدين به. الإيمان اعتقاد بالضروريات الدين. أجل كسك اعتقاد بوان نبو كافرة مؤمنة بلما أجل عقيد بوان هابو مؤمن حسابا. هل يرزمون جاء بلان اشتكي كنا جيشتوه بحد الزرورة وكل الضروريات اللي هاتو aheadوا لدين دا. حال يرزم بون، مثلاً بعض الأحكام كي برغفتلا أحاديث آحادة إجماع قطعش لسر من نبوة نبوة وكل الضروريات اللي ن aheadوا. نباشة أوشتنا إنكاريا بكي بدعتا للبشرية خوي حلبت أوش كذب الجي خوي بعسيله بكري. بلام كفر نية إنسان لحقيقة إيمان خارجنا كا. تجيشن أو حقيقة إيمانا. <applause> جاء تصديق قلبي وإذعان بوشتانها به مفصلا يعني إذعانا مفصلا إذعانك إذعانك مفصل به فيما دري مفصلا لو بشيدا كم كزاندرا وبمفصل أو بشيك بمفصلي لا نصوص دين لا متواترات أو أنا بمفصلي زاندراوي دبي إزعاني تفصيلي فيها بي مثلا نيوي بيستو پينش بيغنبر عليه الصلاة والسلام بتفصيل القرآن داهاتو إي دابي إيمانك إزعانك مفصلت بوانها بي إزعان مفصل بو ده دابي خود زحمت بدأي بچي فير بي أوانا و أگر نيوي ييكا كيانها تو إيمانت بينا بي كافر دابي أو بيستو پينجانة بنيو لقرآن دهاتون. أگر وابي ما دام باوريد بيكا كياننا بي كيان كافر دابي حالياً أرزم بون بلام أجل نجي نبي كافر نابي ها، كار دبي كنا نجي فير نبويه أو ياتي أوشناي كي تفصيل بون نبي غناه كار هل حالياً بون بلام كافر نابي بلام اگر اشتق لوان للاي تو تو إنكارت كرت او أختي دو حالة يا، اجا لجيك بيدور لعلماء جيابي ومعزور بي بجهل عذري بجهل تابي كافر نيدي بلا ما قراها ولا جيك اذا رشيد بعله ما هيا وبخذنا تشوفين ابو شد كردوه ولا با كافر تيجيش تن اه إيمان تفصيلي أوه لو بشيدا كبه تفصيلي الزندرا ولا قرآن لا حديثي متواتر بسوره تفصيلي زندرا دبي لو بشيدا ازعاني تفصيلي في هذه على ترى جونت دا كينا ولا شرح كذا ازعاني تفصيلي معناها كيتشيه هل يرزنبون <applause> يعني بو ها يعني هل بالفعل باوريد بتكتكي وانها بي او او بو عوام سخطة حموي او كم يكن بمفصلي لدين دا بالضرورة زاندراون بمفصلي بزاني و ايماني بهم وانا او على قدرتي بعضي الخواص اجدانية منزول اوانية لكم منزول اوانية اتو بزاني بلي جريك اجمالا ايمانة تبي هر چيكي في صلى الله عليه وسلم تراب خداي راهي نابيتي باورين باوريم شكم او 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 جاره کانا اوانه که بمفصلی وارد بونا دەبی دوی بی بچی فیریان بی فیریان بی اگر نچی فیریان بی گناهکار ده بی بلام کافر نبی بەڵام اگر یک اگلوان للای تو کترا دوی بی بي باورت بی بي. اگر این کاری وقتی کافر دەبی بی این او وقتی کافر ده بی مادم به بجهلد نبی مادم به بجهلد نبی كالبة مفصلا بحثي ليه كاين أجل ومجملا فيما درينا مجملا يعني فيما دريناه وأجل إزعانك إجماليت هبي لو بش ديني دا كدريناه مجملا كإما بمجملي زاني ومانا الدين أو بشي كبمجملي زاندرا وأتجد بي إزعانك إجماليت فيها هبي مثلا أولا يدى فمنهم من قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصص عليك زورك لأنبياءهم كباري تعالى بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحثي لنا كردوا او او بمجملي بلام زاندراوا كانبياء زورن او بمجملي زاندراوا تو دبي ايمانك اجمالي فيها به بلاي ايمان مهيا يعني منزلك بالزبان بلاي ها منزل او اعتقاد قلبي تبي اذعان قلبي تبي يقين تبي بتواوي او انبيانك خداوند تبارك وتعالى ناردوني وانا اجمالا

بلاي مثلا صفحي بيشو لتعبد لتعبدوه تشا متعلقه ببيت اول هو الذي خلقكم ربكم لتعبدوه علة بو خلقكم باشا ثم العباده شجره مثمره الاباده أخلق بيت دويره قالنا دي خلط بي عباده شجريك اباده واهلاك شجريك كإنسان انسان هو غلط أخوه انا شاو دبي بيتك دواج دقالي دابي شجرة مثمرة الإبادة من غير إيمان عبادة شجرة كمثمرة وبسمر ديني بسمر دا إبادة وإهلاك إنسان كنجين من غير هاتو إيمان أجر تو إيمان معرفتي لقال الله نبي عبادتك مبتني لسر معرفة نبي هل يرزم بون؟ آه جابوا يا همو خنوا هاو جاركانا جاب أو بيتي بيدبرون وما الإيمان تصديقنا القلبي والإذعان مش تخلصنا تصديق قلبي وإذعان بشي بكل ما بمتعلق بكل متعلقة بتصديق بإذعان وانا تصديقنا القلبي والإذعان بكل ما يعلم أن جاء به ضرورة نبينا من ربي أو ضرورة مفعول مطلقة لبو يعلم يعلم ضرورة يعني علما ضروريا بكل أوشتيك بعلمك الضروري دزاندري چه دزاندري زاندري ان جاء به نبينا من ربه هل يرزمون؟ دي باشر مفصلا او مفعولي مطلقا لبو اذعان اذعانا مفصلا فيما دري مفصلا واذعانا مجملا فيما درينا مجملا فيما درياً. دري فعل ماضي أيدي؟ انا علم زاندرا بلام لبر شعر حركي لام الفعل كي نوا مفصلا فيما دري مفصلا آه يعني فيما دري او جرى كان ادي ايمان هر اون إذا اوي عقيده اهل سنة جماعة لباري ايمان دا تعريف ايمان اون ازعاني قلبي ازعاني علمي وفعلي بتواوي اللروريات الدين اوي كباللرورات زاندرا وَبِيْغَنْبَرِ صلى الله عليه وسلم رتراف خدا راهي ناويتي او ايمان مفصلا ومجملا كتوزيع ادي اعمال عبادات نوج روجو عقيده بوجوب نوج اعتقاد بوجوب نوج هرو ايمان كودي شكاو بالبدا هزاندرا طرف عقيده فيها بي بلام كردن روجو جرتن او عباد او اعمالانا او جار خفاراسن لا كان او جار كتني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اقرار بشه كتنكا باور قلبيكا كده بهد بي بلام كتنكا تلفز كرني اوانا اواتشن دالي والله اوانا جزء ماهية حقيقة ايمان نين ادي شنها اعمال عباداتي كبحث مانكر اوان جزء كمال ايمان لسمرات ايمان و ايمان بوان كامل دبي اگر هبن ايمان كامل اگر نبي ايمانكا هر ايمان ماهية ايمان تحقق كردوه فقط أند ده إيمانكِ مُنجينيه إيمانكِ نياك مستقيماً تولا عذابِ خدا بفارزي بلام بلام أو إيمانه حتى اگر عباداتش اللي أو إيمانه نار المخلد في النار به شو كله كفر خارج كردوه بلام شون بترك عبادة أوامره كان وبا النواهي نواهی و كان نافرماني و كردوه بویا بویا تا مؤمنكِ فاسق مستحق عذاب باري تعالى بيها عذاب الددا بيها عفو ما وتولى مشيئتي خداواني تبارك وتعالى هذا حالي أرزم أو نكتك زور مهمة عبادات عمل جزء ماهية إيماني ألا نجدخوينين هالواتا أو باسي عام بس كاو أوان سمري إيمانا لكمال إيمانا حالي أرزم بون يعني بتعبيلك ديكا جزءك لحقيقة إيماني كامل جزء كان لحقيقة إيماني كامل أو الإمام الشافعي رحمه الله لا الأم دا دفرمي إيمان تصديقه عملا تصديقه إقراره عملا أو كذا فرمي منزول إيماني كامل إيماني كامل أو هل يرزمون يك لون ببيت مجزين لا يجزئ أو راسه يك بو نجادن نجادبون لعذاب باري تعالى هذا كافي بەڵامقیقزققی ماننین حق... ماافی مڵل ف نسان بە تەری نوێ ر ئنکاری وجوبەینەکە کافرنابێا قەراربا نوێ مل جوزی ماهەتی ایمانبا بە تەرکی ئەو عەمەلە جوزئک لە ماهیەتی ایمان دەڕوی و هەموشمان دەزانین کل بە نتفای جوز دەفەوتێ ەوابوو ئیمانەکە جوزکی ڕۆشتووەرانێننێی وابینر ده كجزء كي رويد بيا كافر بي ده حالة إمام شافعي ده فرمي كافر نبي، من ياخر كافر نبي أجد تكاسلا بي. بي أو تركي جحودا النبي. ده باشا أول نشان ده كمنزوري إمام الشافعي رحمه الله لو قصيك عملي كردو تجزء أقل إيمان منزور إيماني كاملة إيماني منجي إيماني كامل لنا حقيقة إيمان ببي مذهبي إمام الشافعي وتواوي أهل سنة وجماعات يهرهم إي ويان ايماني إيم حقيقه ايمان او تصديقنا القلبي والاذعان الى اخر او ادي اقرار بشهادتين ولا كسك كلال او اقرار بشهادتين لحق هر مكلفني باقرار اقرار زباني زباني نية مكلف باقرار زباني ادي كسك قدرتي هبي اقرار بشهادتين او جزء ايمانه جزء حقيقه ايمانه ولا او شرط ايمانه او شرط إيمانه. ده تلفظ القادر بالشهادة شرط كما رجح جل السادة. تلفظ كردني أو إنساني قادر أو قدرة تواناي يعني لالنية تلفظ كردني بالشهادة ب متعلقة بتلفظ. تلفظ كردني أو إنسان بالشهادتين شرط شرط لبو إيمان. نشطره. شطرنية جزء حقيقة إيمان بي شرط شرط كما رجح جل السادة وكو جل السادة يعني جوركان سادات بيوى جوركان أهل سنة جماعات اه بيوى كان جل وكو إضافة صفات ببلاي موصوف يعني السادة الأجلاء أو سادة إماماني اجلا گورنا گور پیا اهل سنت و جماعت ترجیح و اندوا تلفظ بی شرط ایمانه جا نه شرط قبول کردن او اشتباه ما شرط ایمان یعنی يعني چی شرط ایمانه دقت بکن شرط ایمان نه شرط تحقق ایمان أگر شرط بي اخر قاعده کش هي مشروط به شرط تحقق نه أگر شرط منتفی بي مشروطش منتفيه وجود شرط وجود مشروط لازم نه لا بلام عدم شرط عدم مشروط إنتفاء مشروط لازم دي كابو تلفظ بشهادتين نكا مؤمن نيا بشهادتين عمل او عمل داخل إيمانكر كر دا ده مش كمان عمل جزء ما هي يعني شي دي شرطه هل يرزم بون اي شرطه منظور شرط اللي بو اجراء احكام يعني وقتك او إنسانك كقادرا زباني هي لالنيه اجراء احكام ايماني بسرداده كري اجراء أحكامي مسلماني بسرداده كري كتلفظ بشهادتين بك اگه تلفظي كير والله مناكحي لقل دكري صلاوي لي دكري. استغفاري بو دكري نوجي جنازي لسر دكري لقبرساني مسلمانان او أحكامه بسردا جاري دكري هل ارزم بون تلفظ ادي اگر تلفظي بشهادتينك اللي حالك قادرة احكام مسلماني بسردا جاري ناكري صلاوي لي ناكي استغفاري بو ناكي مناكحي لقل ناكي بمرئ لقافر ساني مسلمان نان يجري أجا بمرئ نيج جنازيل ذرناكلي أو أحكامي مسلماني بسدد جاريناك بلام لبيني خولو بيني خديد شونه أو أول أول للاديدي إما إما بتشي بزانين يعت إزعان قلبي هيا بتشي بزانين بش إقرار بشهادتين دا أجا إقراركير ديكين على مدل سلوكي إزعان قلبيكش أجا نيكير نزاني، زانين علامات مانيا كا هو حكمي مسلماني بسدد جاريناكين ادي لبيني خو لبيني خداي دا شونا والله اجي از انا قلبي كي هبو بتواوي الله رويات الدين ان هيش كامل الله رويات نكرد به با تلفظ شي بشهادت نكرد به لبيني خدا وخو خداي خويدا مؤمن حسابه تيجي اشتن او نقطه كي ظريفه ها شرط له ايمان نك شرط له تحقق لبو أجر ايمان بلكو شرط له اجر اجراي احكام ايمان بس الاوفر ديدا او شكل شرح كي داخلين جاؤجرك انا ايمان مخلوقة يعنى، هل ايمان مخلوقة خدا خلقي كردوة يعني قديمة، ازلية، اختلافت هدا، ورانا نزعك اللفظية، نزعك انا عمل جوزي ماهياتي ايمانا يان يعني خارجة على حقيقة ايمان. بحس مان كردي، اختلافت هدا اهل السنة، دالن جوزي ماهياتي ايمان نية، جوزي ايمانا منزولين كمال ايمانا. هل يا زنبول؟ اوجرك انا خوارج دالن جوزي إيمان ايمانا بوية مرتكي بجناي صغيرة وكبيرة. بكافر دازانا اصلا دلنا ايمان خارج يعني يعني المعتزلة دلنا ايمان خارج بو، بلام كافر منزلة منزلين بين المنزلتين فارسة. او جالك انا ايمان بسيطة يا مركبة. اوش اختلافي كنت كتما بسيطة يدي او ازعاني عبارة تلوان. باسكو بو بسيطة. عندك ايش دلنا مركبة. مركبة لا شيء. والله مركبة لا اقرار تصديق بجنان، عمل باركان. أو سيانة مركبة لو سيانة عندك يقدر نأخذ مركبة لدو دانا يعني. هنا مركبة لدو يعني. فقد يعني مثلا دو لو سيانة أو لنا وخوي عنده اختلافات كيان يعني. هي عندك يقدر فقد فقط يكا كيانا وتعوانا كيقدر أهل السنة نين أهل السنة يقدر بسيطاً بسيطة كرامية يقدر إيمان بسيطة إيمان بسيطة مركبة بلان شيا نالي إزعانك دل إيمان فقد إقرارك هل إقراري بالشهادتين هو أو إيمان؟ هل أرزم لها بسيطة؟ بلام يك جزء يك جزء بلام يك جزء كتشية إزعان نية بل كتشية إقرار بالشهادة هندكيان دالين بل بسيطة إيمان بسيطة بلام شية عمل جوارحة فقد عمله هل أرزم لها إيمان دالين بسيطة وفقد إزعانك تيجي يشتن أو جارك أنا آية دروسة بل أنا إن شاء الله م... أنا مؤمن إن شاء الله استثناء بك إن شاء الله وتعليق بك بإن شرطية دروس تيان دروس نية هل يرزمون أو بحثها كإختلافي تدايا في أنه مخلوق أولى والعمل خرج عن ذلك أو فيه دخل بسيط أو مركب وجزاؤه ثلاث أو ثنتان واستثناؤه كأن إن شاء جناب المولى بالحق مؤمن يجوز أو لا فيه ازدياد وانتقاص حصلا او لا ولا فيه اختلاف العقلاء هذا الاخلاص ده بي هذا وت... اللي الشروع فيه اختلاف العقلاء مبتدا وخبرا اختلاف مبتدا يا فيه خبر جاء وجار كان او انا متعلقا بو بو بحثي هايدي باشا اختلاف عقلاء هيا لو دا ده اختلاف علماء هيا لا لو دا آية تلافزي أو إنسان كقادر يعني أغنياء قدرة ليست تلفظها تلفزي تلفظي بشهادتين، شيا هل يرزمون لا لا لو لا ما بعد كي أنا رجح جلوس هذا أو ما خندوه تلفظه شارتا شرطة أو خما أما في أنه مخلوق أولى اختلاف يا كايا آية إيمان مخلوق يا يعني نه يا أزلية أو جرب العمل خرج عن ذلك أو فيه دخل اختلاف يا لودا اي عمل خارج لحقيقه ايمان يعني جزءك لحقيقه ايمان داخل لحقيقه ايمان دا اختلاف تدا اهل السنه ضلين خارج لحقيقه ايمان او انت ترى عندك ان ضلين جزءك لماهيه ايمان بسيط او مركب هذه ايمان بسيطه يا مركبه اهل السنه ضلين بسيطه عندك جماعات ان مركبه او أجر, اجر بسيطه شيا اهل السنه ضلين فقط يا هند كرامية دلن إقرار فقط هند دلن فقط عملكيا أو, أو مركب يعني مركبه أجا مركبة مركبة لشان جزء وجزاء ثلاث أو ثنتاني أري آية سي جزء الإقرار باللسان والتصديق بالجنان جنان يعني قلب والعمل بالأركان أركان يعني أو ثنتاني يعني فقط دو جزء هيا يعني. حالي أرزنبون سي جزء هيا يعني دو جزء يعني. أوش اختلافي تدايا كدخينين على ارزم بون هو البته و اجزا او هو همزه قطع بلا نبر شعر نه خینی نه ها و اجزا او هو جر و استثناء او هو استثناء درستا یجوز او لا و استثناء او لا ای استثناء ل ایمان دا درستا استثناء يعني این شرطی بلا دی که این معنی استثناء ته دا ایا درستا او مثلا مقیدی بکای بمشیئه باری تعالى بلا أنا مؤمن إن شاء الله يجوز أو لا آية دروس ينا ما استثناء كأنا إن شاء جناب المولى بالمؤمن حق بالحق مؤمنون كأنا مؤمن بالحق أو بالحق متعلقة بمؤمنون بل أنا مؤمن بالحق بل أنا مشيئة بل إن شاء جناب المولى أجر جناب مولى مولى خداي إيما المولى ناصري حقيقي إيما أجل مشيئتي لسربي أنا مؤمن بالحق أو آيات دروس إيمان تعليق بكري بمشيئة مشيئة الله يجوز أو لا أو جرب بحث كتير هل أو أو بحث دروس ها أجر دروس لابد أجل, يعني أجل, أجل منظور او أوبي مثلا أرد الله أجل منزور أوبي بوشك او أوبي بو الإيمان أو الآن دار الشك دائما أمن مؤمن بالحكم إن شاء الله ما ظلمها بل أجل مشيئتي خدير لسربي الآن إيمانهم هاي أو كفر أو بي كافر ده بي أو نابي هل يرزم بون لما إنك أبو تبارك به يعني مثلاً إن منزول بالنسبة آيان ده بي الآن مؤمنين بلام آيان إيمان ده مرم يانا إن شاء منزول الإيمان أو إيمان جا أو إيماني استقباليها جاء أو درست درستة الآن دخوين بحثك أو جالك أنا ألي آي إيمان زيادو كم ده بي أنا؟ إيمان زيادو كم ده بيانا فيه ازدياد وانتقاص حصل اري لا إيمان دا زياد بون و كم بون حاصل بونا حاصل دبن كم دبي زياد دبي او لا ولا او لا زياد ولا انتقاص يعني نا ايمان نزياد دبي كم دبي هل أرزم بون اختلاف اختلافي تدايا هل بين ائمي خوش ما دا حتى اختلافي تدايا لو حسدا هل أرزم بون أه برحال هندك كم زياد نابي خدي ايمان على ارزبون خدي ايمان اول كذا لكم زياده بالنسبه به كم حالتي كم زياده كذا اواج دخلين والله فيه لو انا هم عنده لو مذكور اختلاف العقلاء اختلاف عندي مانداني تدايه اختلافي تدايه جاء قول حق دخلين ودليلك كان شي دخلين لجيه خوي دا بابا باشا السر؟ بحسك بحثك كمان اول شرحك الصفحه تشلو دو مسألة كي جوان الزريف علامة عبد الكريم مدرس إشارة بيدا كهلا دس بكيدا مسألة كاوي أري أبواب علم كلام چند علم كلام چند بابا باشا آخر علماء بره إخلافي مشرابي يعني هي إخلاف في سلقيان يعني هي عندك كان علم كلام لو أنا بكنا دوباب سباب هل يعرضن بون ألا مولوي لو أقى أدا ديكات الشج باب هرواشة علم كلام أجر بتحف بجواني وريكو بيكي بتهوي بحثي ليك علم الكلام شجبابه شجبابه كانت شن باجمالي عارف ساندك ما مصطلحش تفصيلي كيدلك شجبابي علم الكلام شنو؟ يعني علم الكلام لو شجبابه في كاتو مقدمات مقدمات يك دو امور عامه س اعراال شوار جواهر بينج الهيات شش سمعيات ما يستتبعها ما يعني يعني توابع سمعيات شاكا او ششانا امور عام مقدمات امور عامه أعراض جواهير الهيات سمعيات او ششبابي ممكن وجود عدم على السوية ده بمرجحة هابي بي مرجحة كيش ممكن نبي واجب الوجود بي بحيدا دروية بس لو لواقع ده إثبات وجود الصانع بشي ده كري با, با عالم ده عالم برهاني إنية هروكو الله تعالى برهاني لمية برهاني لمية إني ولمية تان لبي رايدي. آه. عالم برهانة وسيلة تصديق بوجود باري تعالى باري تعالى برا ئەو علەمەی بە وجود دێنێ لیممی یعنی سەبەبی پەاییشی عاالەمە هەڵ یازمبور خەڵق ئەو علمەیە دەی باشە. پسس کەوا بوو بەعاەم سابی دەکەین کە خوددایەک هەیە بەوعاالەمش ڕەکە بە لەی جەوهر و عراال پسس بووە باسی س دەکەین جوهرو عێراڵ دەکەین. بابی سسیونکە ئاراڵەوە بابی چوارون کە جوااهیرە بوویە بەسییان لێ دەکەین چکە قەرراە، بوسيله وان استدلال بكين لسر وجود صانع بجين بإلهيات ويا جا اوانش مقدماتك كي بعض اشتكي تي دايا دبي بيشتر زمینة سازي بو بويا بو بحث متر بيشتر مطرح لكن بناوي امور عامه عندك مفاهيم باز دكين كاو مفاهيم مشتركه لبين واجب وجوهر وعرال دا. مشتركه لبين هرسي كان دا وكو وجود وكو وحدات يان يعني مختصة بدودانا يان يعني. وكو حدوث فقد مختصة جوهر عرال شامل واجب الوجود نايا او اوش بحسي امور عامة اوش لازم اها نيازمان من هل بيت بون بو نيازمان يعني نياز من پيدا بيت شونك كومك من پيدا كبو شناخت احوال جوهر عرال و اجارة كانا بس كوا بو اوش كانا بو اصلا بو وارد بون بهر علمك أنتوا ده يورد كلام بدا بتعريف علم بزاني. إلا عبادته سبحانه وتعالى حكمة خدا لخلق مكلفين دا عبادة باري تعالى دي وتوقفت العبادة على معرفته تعالى تصورا وتصديقا عبادتش متوقفة لسر معرفة باري تعالى توزيح من دي الشرح دا خوينين عبادات متوقفة معرفة خدا هم تصورا ما تصوري خدا بكي ألبتت تصوري كنه حقيقة باري تعالى كتصور يكون حقتك تصور بكري منزول أو تصوري في الجملة في الجملة برسم ناقص هذا يرزمون بوسيلة الصفات أو أنا معرفة باري تعالى تبي تصديقا لجهد تصديق تصوري بكي خدا بذاتي خدا تصديق بكي بوجود خدا تصديق بكي بوجود الصفات الذاتي بو تصديقا بذاته وصفاته الذاتية والفعلية والسلبية أنا تصديق بوجود خدا بكي تصوري ذاتي خدا تصيغ بوجود ذاتي خدا، تصور صفاتي خدا، تصديق بوجود أو صفاتنا بوخدا. كيف أفترض كأن صفات ذاتي هن، صفات ذاتي اشاعره دلًا حوتن دي. همان صفات صفات معنوية، صفاتي معنوية، حياة، علم، قدرة، إرادة، سمع، بصر، كلام، وناخر أو حوتانة أحق سبعك ك. ما تريدية تكوين الشرق قال دايمًا أحق السبعة أو جملة كي جوانا قبل تنهيل بريكندي وحق سبعك معناه كي لجيه فتبو معرفتها وتوقفت العبادة على معرفته معرفتك المعبر عنها بالإيمان تعبير ذكرة وبا إيمان هل يرزم بود معرفة تعبير ذكري با إيمان جاء درجة كدريجة جا بلغ تشاولك ولما أخل لما جوابي ده, ده. جوابي لما لا بينش ختمان دابا آخر دي لآخر را بجمه یک دو سی چوار پینج شش آخری خطی شش شش منده با آخر رتب ارجوزته على ذلك ترتیبی، او جوابی لما یا لیوه دی لوقتا که که اوهابو بوی ارجوزه که خوی بو ترتیبه ترتیب دا لشش بابان دا ترتیب ده، بو ترتیبه او ارجوزه اینا او جوابی لما لبیر تان بیدی حالی ارزم بون جاء وابي بي بارحال حكمة إلهي لخلق مكلف دا عبادته عبادة متوقفة بسر معرفة خدا معرفتش المعبر عنها بالإيمان بإيمان تعبير ذكري كوابود ببعث إيمان